vocabulary ديال mass media unit 6. We have some words كلمات وعندنا their definitions تعريف ديالهم ولا meaning المعنى ديالهم. مثلا a group of associated television or radio channels هي network. ملي تنهضروا على network تنهضروا على واحد المجموعه من القنوات التلفازيه وفيها حتى الراديو مجموعه تتسمى a network. commercial promotion of a product or service. commercial promotion هي adverts, واحد adverts promotion of a product or service اللي هو نقولوا حنايا واحد الاشهار ديال واحد البرودوي ديال واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس. ثم عندنا a television or radio program in which stars and celebrities are invited to talk informally about various topics. غالبا تيكون خصوصا في التلفازة مرة تيجيبوا دوك الناس اللي مشهورين يعني مغنيين, حنا غالبا تيكونوا مغنيين ولا تيكونوا ممثلين وتيخليهم يهضروا على الحياة ديالهم الشخصية. تيتسمى a chat show ولا chat shows. show اللي هو عرض وتو chat هي تحدث يعني عروض للحديث نقولوا حنا للحديث, ولكن غالبا تيجيبوا فيهم ستارز الناس اللي هما معروفين ولا وجوه معروفة. ثم عندنا radio or television program where listeners or viewers telephone the studio and participate in the program. يعني تيكون عندك انت واحد البرنامج ولكن تتعطي للناس ديك الامكانيه ديال انهم يعيطوا لك في التليفون ويشاركوا. تيتسمى phone in صافي, يا يعني اما في الراديو ولا في التلفازه في الغالب. ثم an article presenting the opinion of the editors or publishers تيتسمى editorial. تيكون واحد الارتيكل مكتوب غالبا في واحد الجريده وهو تيعطي هذاك البابليشر الناس اللي الناشر هو تيعطي الاراء ديالو تمايا. ثم spectators listeners ولا viewers هادو كلهم تيتسموا audience اللي هما الجمهور. يا اما spectators تيشوفوا, listeners غير تيتصنتوا مثلا في الراديو, ولا viewers غالبا تكون في الانترنت تيتسموا audience. small printed notice or advertisement ولا advertisements اللي هي a flyer يعني واحد نوتيس نقولوا حنايا غير منشورات. flyers تتسموا منشورات يعني small printed notice يعني واحد الورقه كاتش فيها انت واحد المعلومه ولا هذا ولا فيها واحد الاشهار مثلا. a serial television or radio drama dealing with daily events in the lives of the same group of characters. soap opera هو مسلسل غالبا تيكون مسلسل تلفزيوني هو serial television ولا تيكون مسلسل في الراديو. drama dealing with daily events تيكون فيه مجموعه من الاحداث. in the lives في الحياة ديال واحد المجموعه من الناس هما الناس تيتعاودوا كل مره نفس الوجوه ولكن تيبدلوا غير events لا داكشي الوقائع تتغير. comedy program based on everyday experiences اللي هي sitcoms comedy تتكون غالبا شي حاجه اللي هي مضحكه تكون فيها احداث مضحكه. based on everyday experiences فيها وقائع وفيها تجارب يوميه ديال واحد المجموعه من الناس. وال الفايف اللي هما الباباراتزي شكون هما؟ هما تيكون غالبا فوتوغرافر هو فولو سيليبريتيز مصور تيتبع دوك الناس اللي هما مشهورين in order to photograph them and sell the pictures to newspapers or magazines. واحد متا فوتوغراف تتبع واحد السيد اللي هو مشهور وتتحاول ما امكن انك تحصلو في الزنقه برا الدار ديالو ولا تا وصل الدار ديالو لقيتي كيفاش دير تدخل وتتصورو باش تبيع ديك الصوره للجرائد والمجلات. وشي مرات يطيح شي واحد على شي صوره وتبيعها بالملايين الصحيحه تيتسماو باباراتزي. هما جاب باباراتزي جايه في الدارجه بحال شي واحد تيبرزطك وصافي. واخا حنا نشوفو هنا adjectives و their equivalents. مثلا very good شي حاجه اللي هي very good جيده جدا تتسمى brilliant. يمكننا نقولو some for somebody who is brilliant
هو بحيله فيري جود كولد بارد فريزين جامد ولا مجمد فريزين فرايتند خائف تيريفايد تيريفايد اكثر من فرايتند شي واحد اللي هو خايف بزاف تنقول له تيريفايد ولا فرايتند انجري انجري اللي غاضب فيوريوس حال بحال انجري ولا فيوريوس هوت ساخن بويلين بويلين هي ساخنه جدا فيري باد سيء تيريبل شي حاجه اللي هي تيريبل هي فيري باد